تتهضر على راسهم من ناحيه الفينيسيون ومن ناحيه ديال البصاله. فيه مساحه اللي في الاوراق ديال 117 جات بجوج ديال الواجهات متقابلتين. اما بالنسبه للموقع فاللي بغيتيه كاين، البصاله فهي واعره فيو اللي هي ديكاج. اختيار ديال الالوان ما كيبين غير المدى الخبره ديال هذا الموقع ولا هذا. نزيدك هي ان الغرف ديالهم فهم غرف اللي هي كبيره. في اخر ما كاين في صيحات الديكور لقيتو في هذه الشقه هذه. عندي هذا هو بيتنا، شو داير هنا بابي با فيها الحمام بلاكارات اللي واجدين. ما نكثرش عليكم في الهضره، اجيو معايا نكتشفوا هذا العقار، واللي كنطلب منكم هو البارتاج ديال هذا الفيديو. نبداو زياره ديال هذا الشقق الفاخره اللي نقدر نقول عليهم، الشقق المتميزه. اول شيء كما ديما وكما جرت العاده اللي كنبغي نوريه لكم هو فين جات الباب، باش كنعرف واياكم الفصاله ونعرف راسي فين كاين. عندي هنا هذا هو المدخل. هاد العماره هذه راه فيها ثلاثه ديال الشقق في كل طابق. هذه كما قلت لكم راه كتواجد في الطابق الاول، وعندها جوج ديال الواجهات متقابلتين، وحده على اليمين وحده كتمشي على اليسار. واول ما كندخلوا فكنلقاو على الواجهه ولا على الجهه ديال اليمين فكنلقاو عندنا هذا المطبخ المبرع سيداتي. وانت كتخدي الشغل ديالك كتفشي مثلا عندك واحد لافو اللي هي ديكاجي وباطلاله على شارع وشارع كبير. وديك البلاصه فين تحت تشوفوا الماكينه ديال الصابون لاوط لابلاك الفوق والميكرووند وتا لافيسيل كاينه بلايصه. اليوم كنتواجد بكم اعزائي المشاهدين بمدينه، نعم مدينه مكناس، مدينه العروض العقاريه المنافسه، مدينه شوفوا معايا التنافسيه الايجابيه لا من ناحيه ديال الثمن لا من ناحيه ديال الفصاله وكذلك تا الفينيسيون. هذا العقار هذا اللي جايبو لكم كما قلت لكم قبيله فيه مساحه ديال 117 متر مربع في الاوراق، بما يعني ان المساحه الاجماليه فهي كتفوق هذه المساحه هذه. فيها صالون دايرين فيهم هاد السيباراسيون هادو، دايرين سيجور هنايا، وبهاد الديكورات اللي اختلفت ما بين بابي با ما بين البي سي، الديكورات الجديده ديال الباغداج، ونزيدو عليها هاد التريات هادو ولاد. عندنا هنا واحد الممر اللي كيتفرقوا عندنا الغرف في الصاله اللي هي زوينه. علاش؟ لان فاش كتدخل كتلقى المطبخ كتلقى الصالون والسيجور. واما بالنسبه للغرف فكيبقاو في الخصوصيه ديالهم اللي تنبغيو. عندنا هنايا دوش وطواليت ودايرين فيهم لي سيباراسيون بالجاج. عندك هاد الموبل با هنايا وهنا تيتفرقوا. عندي الغرف هذه هي الغرفه الاولى، غرفه الوالدين بالبالكون ديالها وكبيره وتحط فيها الموسيقى اللي بغيتي. الثمن ديال العقار اللي جيب لكم اليوم فهو 720000 درهم، كنهضروا على 72 مليون. اما بالنسبه للنقاش فهو كاين. هذا العقار هذا فهو يتواجد بمدينه مكناس، وبالضبط فهو يتواجد بحي البساتين. حي البساتين ومن لا يعرف هذا الحي هذا بالنسبه للمرافق فهي كاين. علاش؟ لان كيتعرف واحد من الاحياء العريقه بمدينه مكناس والاحياء الجميله بمدينه مكناس. تقريبا كيبعد على وسط المدينه، مثلا الناس اللي ما تيعرفوش كيبعد على وسط المدينه مثلا بالسياره واحد 7 ديال الدقائق. كاين الاسواق، كاين مثلا بغيتي المقاهي، كاين مدارس الوليدات، المساجد، كل شيء كاين في هذا الحي. اللي تنقول لكم هو اللي بغى يشوف هذا العقار فما عليه الاتصال والتواصل معي وانا راه الاشاره. وحتى نتوما كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع فممكن التواصل معي. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، ونتمنى ديما ان شاء الله نلقى لكم بحال هاد العروض اللي تستحقوا جميع. كنقول لكم مع السلامه والى اللقاء.